العافية، أنا زميلتكم رشا الخطاطبة من كلية الصيدلة جامعة اليرموك سنة ثالثة، بخبر التدريس تقريبا 5 فصول على التوالي. قبل فترة نزلت تصويت على جروب بيولوجي فور يرموك يونيفرسيتي كيف تدرس المادة. يعني في كتير طلاب بيدرسوا كتير 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 بس أسلوبهم غلط، يعني في النهاية العلامة ما بتكون منيحة، وفي طلاب بيدرسوا قليل بس أسلوبهم في الدراسة صح، خصوصا هاي المادة أسلوبهم في الدراسة صح، أوكي؟ فبيجيبوا علامة منيحة. فالمادة هاي دراستها بتعتمد على الأسلوب. يعني بتذكر أنا لما كنت منزليتها كنت أمسك السلايدات وأرجع مثل التوجيه أبصم 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 بدون ما أعرف شو فيها أصلا، بس أبصم. طبعا دخلت على الامتحان وضعي بالمرة. أحكي لكم قصتي. أول ما دخلت إجي الدكتور إيش صار يحكي؟ المطلوب منكم كتاب. أول ما دخلت بالفصل كنت سنفورة. المطلوب منكم كتاب. طبعا مثل السنافر ضحك علي، رحت اشتريت الكتاب، فتحت أول صفحة. طبعا قعدت على الصفحة هاي أسبوع كامل، وغيري صاروا مخلصين شابتر. تمام، قعدت على الصفحة هاي أسبوع كامل، يعني ما طلعت منه ولا إشي. فنصيحتي لكم، السلايدات هم زبدة الكتاب. فالدكاترة خلال السنوات الفصل 5 فصول اللي درست فيهم المادة، الأسئلة 95% سلايدات وفهم وحفظ، 95%. 5% الباقيين بيروح على التست بانك، أوكي؟ مثلا إذا أنت لغتك منيحة روح على الكتاب ادرسه، بس السلايدات هم الإشي الصح واللي بيجي منهم أسئلة كتير. طبعا كيف بتندرس المادة؟ المادة بتندرس فهم وحفظ. أنا شرح المادة فيديوهات وسلايدات، ترجم السلايدات بأسلوبي. كيف ترجمتهم بأسلوبي؟ مش مثل ترجمة جوجل، أنت بس تصور مثلا بطلع لك ترجمة السلايد، بتطلع الترجمة بالمرة. أنا هون عمالي أشرح فكرة السلايد وإيش المطلوب منك أنت كحفظ كفهم. تمام، أنا شرح المادة فيديوهات، طبعا منزلهم أول بأول على جروبي اللي هو البيولوجي فور يرموك يونيفرسيتي. أوكي، نبلش. زمان أنا أول ما بلشت، زمان يعني أول ما نزلت المادة، كنت أمسك all the things are made up of four classes of large biological molecules وأحفظ زي هيك، بس بدون ما أعرف هل هذا السطر أو هدول السطرين إيش فيه. أوكي، فنصيحتي لكم، أول إشي بتقرأوا المترجم. أوكي، الكائنات الحية بتحتوي بشكل عام على 4 شغلات. أوكي تمام، ككائن حي تفهموها، ككائن حي بيحتوي على 4 شغلات. يعني بجسم الكائن الحي فيه 4 شغلات، خلاص انت فهمتها انه فيه 4 شغلات. اوكي، فاربع الشغلات هدول، لا هدول حفظ، يعني في عندنا الليبيدز، كربوهيدرات، البروتين، نيكليك اسيد، الامور طيبه، هدول ايش حفظ. بس الاربع شغلات والكائنات الحيه لا، هاي فهم، يعني المفروض القطه الطاير. اوكي، غير هيك لازم نعرف مثلا تعريف الماكرو مولكيولز، في غير من منا بيروح يحفظوا لارج مولكيولز، لارج مولكيولز كومبوز اوف ساوز وهيك الى اخره، بس بدون ما يعرفوا ايش هاد فيه. شو يعني الماكرو مولكيول؟ لازم نفهمها، تروح على الترجمه. الماكرو مولكيول هم عباره عن جزيئات كبيره الحجم. هاي الجزيئات بتكون من جزيئات صغيره مرتبين مع بعضهم البعض بروابط تساهميه. اوكي، يعني هون احنا فهمناها ان الماكرو مولكيول هم جزيئات كبيره بتكون من جزيئات صغيره مربوطين ببعضهم البعض. فلو اجت سؤال في الامتحان ايش الماكرو مولكيول، انا عارف انه هي جزء كبير فيه شغلات جزيئات صغيره المونيمرز مرتبطين مع بعضهم البعض، انا عارف هذا الاشي صح. فالماكرو مولكيول لارج مولكيول، فبلعب اياها في الامتحان. الماكرو مولكيول هما سمول مولكيولز، الماكرو مولكيول كومبوز سمول مولكيولز مرتبين مع بعضهم البعض زي هيك. فانا بهاي الحاله عرفت كيف السؤال اللي بيجي، يعني لما كل فاهم مظبوط شو ما لف الدكتور في السؤال انا عارف الجواب. وغير هيك الحفظ الحرفي ما بينفع الحفظ، لا المعلومات مثلا الفور كلاسز ايش هم، هذا الحفظ، هذا الحفظ الحرفي مطلوب منكم. اوكي، بس الفهم شو ما لف الدكتور بالسؤال انت خلص عارف زبدة الموضوع وين. اوكي، فالكتاب ايش هو؟ مثلا هذا السلايد The Molecules of Life، بتروح على الكتاب بتلاقي مثلا شارح الكربوهيدرات والليبيدز والبروتين والنيوكليك أسيد، شارحهم شرح
اوكي يعني بيزيد معلوماتك لتفهم الموضوع، مش شغلات حفظ وكذا. اوكي ركزوا كتير منيح، افهموا مظبوط، افهموا 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 نصيحتي، افهموا، ما تمشوا مثل توجيهي. توجيهي كنا زمان بتاريخ الأردن أو الثقافة العامة كنا نحفظ بصن، أو الأحياء نحفظ بصن، حتى الأحياء التوجيهي الفهم فيها وربط المعلومات مع بعضهم البعض أحسن من البصم. هاد نصيحة مني لإلكم، افهموا مظبوط، احفظوا منيح الشغلات اللي بدها حفظ، مثلا نحدد عليها مثل هيك، حلوا أسئلة. أنا عمالي هسه بالوقت الحالي اجمع لكم اسئله، تقريبا راح احاول اجمع 100 سؤال. هذول ال 100 سؤال لازم تحلوهم، هم مقترحين حجمعهم سنوات وتسمعك يجي مقترحين، يعني على الاقل لازم يجي منهم 25 سؤال. تمام، شدوا حالكم كتير مظبوط وارفعوا راسي، وبالتوفيق لكم جميعا. اي شيء بدكم اياه ابعثوا لي على حسابي على الفيسبوك رشا الخطاطبه، على اي مكان بدكم اياه. يعطيكم الف عافيه. Thank you.